الناس تريد أن تأكل خبز، ثم يمكن لك أن تناقشهم في كل القضايا الأخرى. يعني جميل جدا أن يلتقي رئيس الوزراء مع الشباب، والجميل أيضا أنه يكون طابع الزي أو اللباس شبابي، هذا لا غبار عليه. لا أحد يرفض الحوار، لا أحد إلا يحترم الحوار ويحترم أن يخاطب المسؤول، لكن دولة الرئيس. أنا سؤالي اللي أحط علامة استفهام كبيرة عليه، أما كان أجدر بكل قراراتك اللي اتخذتها أنك ما تتخذها إلا تناقش الشباب وتشوف وجعهم؟ في وجع يا دولة الرئيس، أنت رفعت كل شيء وجاي تناقشنا؟ كيف هو الألم؟ كيف ممكن أوصف لك الألم؟ الألم بتناقشه لما تسمع من الناس. أي نعم، ممكن آليات الاختيار أتت بشباب عنده قضايا بسيطة، لكن الألم عند الآباء والأمهات ودافعي الضرائب واللي بيتقاضوا أجور متدنية، عند العامل البسيط اللي يومه بمشيه بكل صعوبة وألم. ودولة الرئيس، يمكن لك أن تعرف وأن تعلم غضب الشارع، وجع الناس. لو فتحت نافذة مكتبك في الدوار الرابع ستسمع الألم والوجع، وستعلم أنه 164 سلعة ارتفعت، شيء مزعج. الأردنيين دخلهم ثابت، وإن إحنا في ارتفاع مذهل وخطير جدا في الأسعار، الناس أصبحت تحت خط الفقر المدقع. هذا وجع. بعد ما نحل مشاكلنا الاقتصادية، أنا معك بأنه نتحدث بالسياسة وبأهمية السياسة والبرلمان والأحزاب. الناس تريد أن تأكل خبز، ثم يمكن لك أن تناقشهم في كل القضايا الأخرى. دمتم بودي.